ولادة علي الأكبر. يصادف في مثل هذا اليوم الحادي عشر من شعبان سنة 33 للهجرة ذكرى ولادة علي الأكبر حفيد النبوة وسليل الرسالة، أبوه الحسين بن علي عليهما السلام، أمه ليلى بنت مرة بن عروة بن مسعود الثقفي، كنيته أبو الحسن، لقبه الأكبر، مكان ولادته المدينة المنورة، تسميته سماه أبوه الحسين عليه السلام علياً كما سمى أخوين له بهذا الاسم حتى يبقى هذا الاسم مذكوراً على من أراد طمس فضائله وذكره. سماته الظاهرية: كان معتدل القامة عريض المنكبين أبيض اللون، مشروباً بحمرة، أسود العينين، كث الحاجبين، إذا مشى كأنه ينحدر من الأرض، يلتفت بتمام بدنه، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء، وتفوح منه رائحة المسك والعنبر. صفاته: كان جميلاً حسن المنظر، أشبه الناس بجده رسول الله صلى الله عليه وآله خلقاً وخلقاً ومنطقاً، وكان شجاعاً لا يهاب الحروب، وقد اكتسبها من جده أمير المؤمنين عليه السلام، وكان عليه السلام موصوفاً بجميع المحامد والمحاسن كآبائه الطاهرين، معروفاً بالزهد والعبادة وإطعام المساكين وإكرام الوافدين. ذكر المؤرخون أنه لما كان في آخر الليلة التي بات بها الحسين عليه السلام عند قصر بني مقاتل، أمر بالاستسقاء من الماء ثم أمر بالرحيل، فلما ارتحلوا من قصر بني مقاتل وساروا ساعة خفق الحسين عليه السلام برأسه خفقة، ثم انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. قال ذلك مرتين أو ثلاثة، فأقبل إليه علي بن الحسين على فرس له فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. يا أبتي، جعلت فداك مما حمدت الله واسترجعت. قال: يا بني، إني خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس على فرس فقال: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. قال له عليه السلام: يا أبتي، لا أراك الله سوءا، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبتي، إذن لا نبالي أن نموت محقين. فقال له: جزاك الله خيرا من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. كلمات الإمام الحسين عليه السلام بحق ولده علي الأكبر. لما رأى الإمام الحسين عليه السلام إصرار ولده علي الأكبر في النزول إلى ساحة القتال، صاح: يا ابن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظني في رسول الله، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. ثم قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. ثم قال: اللهم امنعهم بركات الأرض، وفرقهم تفريقا، ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم رفع صوته وتلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. كان علي الأكبر أول شهيد سقط من بني هاشم يوم عاشوراء، وقد جاء في متن زيارة الشهداء المعروفة: السلام عليك يا أول قتيل من نسل خير سليل. قبره الشريف. يقع قبر علي الأكبر عليه السلام عند رجلي والده الإمام الحسين عليه السلام، ويستحب عند الزيارة الوقوف عند الرجلين وزيارته بهذه الزيارة: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. وقد ورد في الزيارة المروية عن الإمام الصادق عليه السلام حين يقول فيها مخاطبا علي الأكبر: صلى الله عليك وعلى عترتك وأهل بيتك وآبائك وأبنائك وأمهاتك الأخيار، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياً.